السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. على بالي بلي عندي مده وانا غايب على القناه، بالك واحد السمانه ولا اكثر. المهم خوتي، رانا نحاولوا نرجع غير بشويه، بالك نولي نحكم زوج فيديوهات في السمانه ولا فيديو في السمانه، المهم على حساب المقدور تاعنا باه نعاودوا نريكيبيري شويه. الفيديو تاع اليوم ان شاء الله خوتي راح يكون حلقه من سيت اب ديزات. كالعاده خوتي اخترنا لكم 5 مشتركين لهذه الحلقه، راح نخلي لكم الروابط تاع القنوات تاعهم اسفل الفيديو، ما تنساوش تروحوا تدعموهم. وايضا هذا الفيديو خوتي راهم سبونسوريزي من عند سي دي كي ديلز. هذا الموقع عبارة عن متجر إلكتروني يقدم لكم العديد من الخدمات، منها مفاتيح لتفعيل البرامج والألعاب وإلى ما ذلك. وأهم حاجة يقدم لكم مفتاح لتفعيل ويندوز 10 برو الأصلي مع كود خصم قيمته 20% حصري للمتابعين الخاصين بنا. نضغط على اشتري الآن، وبعدها نكتب كود الخصم الخاص بنا اللي هو AF20، بعدها نضغط على تطبيق. سعره حاليا 18.39 دولار، راح يصبح سعره حاليا 14.71 دولار. نضغط على تأكيد الطلب ونختار طريقة الدفع المتوفرة لدينا، بايبال أو فيزا، وبعدها تضغط على العربة الموجودة هنا وسوف تجد مفتاح التفعيل الخاص بك في هذا المكان. وبعدها تذهب إلى أيقونة الويندوز، بعدها الإعدادات، ثم التحديث والأمان، ثم التنشيط، وبعدها تغيير مفتاح المنتج الآن، وبعدها تلصق المفتاح في هذا المكان وتضغط على التالي. وكذا تكون قد حصلت على ويندوز 10 برو مفعل مدى الحياة، وراح تلقوا جميع الروابط الخاصة بهذا الموقع أسفل الفيديو. وأيضا لا تنسى دعمنا بالضغط على زر الإعجاب، وإذا كنت غير مشترك في القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل ميزة الجرس حتى توصل بكل ما هو جديد. نبدأ بأول مشترك معنا خونا سليمان. نشكر خونا سليمان على المشاركة تاعك، ونروح نشوف المواصفات تاع السيت اب تاعو مع بعضنا. نبدأ بالمعالج، عنده انتل بانتيوم، المذر بورد تاعو اسمها الفوكس كون ولا حاجة كيما هكذا. الرامات عنده 2 جيجا رام دي دي ار 3، والكارت جرافيك تاعو من انتل اتش دي جرافيك. هذو هما تقريبا المواصفات اللي ذكرهم لنا، ما ذكرناش باقي المواصفات كيما الباور سبلاي والى ما ذلك. الشاشة تاعو 60 هرتز. المهم هذو هما المواصفات كاملة بعثهم لي تاع التجميع تاعو. بالنسبة الاكسسوارات ما ذكر ليش الاكسسوارات، وهذا هو السيت اب تاعو خوتي كيما راكم تشوفوا هنا، يعني المنظر تاعو كي يبان شباب بزاف. وليكرون تاعو خوتي راكم تشوفوا الخلفيه هذه اللي نار كذا، حطب وشاعل فيها النار. الخلفيه هذه خوتي راني نحتاجها، راني حاب نحطها في البلازما هذيك اللي كان ورايا لهنا، شو الباه تعطي الجو كذا شويه مليح. المهم اللي عنده الرابط تاع الخلفيه هذه يبعثه لنا في الانستغرام. ماذا بكم؟ مهم اخوتي هذا هو السيت اب تاعو، الصور كامل اللي بعثهم لي كامل متشابهه، يعني ما بعثليش كذا صور من زوايا مختلفه. مهم اخويا واش نقول لك، السيت اب تاعك ما عندي ما ننصحك به تطور فيه، لانه السيت اب هذا غير قابل للتطوير نسبيا. يعني اذا راك ناوي تطور والله من الاحسن انك تبيع التجميع هذه تاعك وتعاود تشري تجميع جديده، سواء من شركه انتل ولا من شركه ام دي. ونشكرك على المشاركه تاعك، ونروحوا للمشترك التالي. المشترك الثاني معنا خونا زينو. نشكرك خونا زينو على المشاركة تاعك، وايضا السيد هذا بزاف نشوفه في التعليقات في الفيديوهات تاعي، ويعتبر من ابرز المتابعين في القناة تاعي. المهم نشكرك خونا على التفاعل تاعك وعلى الدعم تاعك، وثاني نشكرو باقي المتابعين اللي راهم دائما يدعموا فينا. نجيو نشوفوا السيت اب تاعو، عنده سيت اب بي سي وعنده سيت اب لابتوب. البي سي تاعو فيه اي 3، قال لنا كارت جرافيك، وفيه 2 جيجا رام دي دي ار 3، هذو هما المواصفات اللي ذكرهم لي. بالنسبه لللابتوب تاعو فيه الاي 5 وفيه 4 جيجا رام، وكارت شاشه قال لي ما عرفتهاش، لذلك صورت لك البطاقه تاعها. الصوره اللي هنا ثاني ماهيش واضحه، يعني الصوره كيما راكم تشوفوا راهي مشوشه شويه. المهم لا علينا. بالنسبه للكيبورد عنده كيبورد من شركه يسميها ستار، وبالنسبه للكلافي والسماعات قال لي من شركه جيم نوت هافيت. الشركه هذه راني ننصح بها بزاف، خاصه من ناحيه الاكسسوارات. اذا راكم حابين تشريو اكسسوارات يعني بسومه رخيصه وثاني الجوده تاعها مليحه، ما عليكم غير بشركه جيم نوت، والمنتجات تاعهم يسميهم دائما هافيت. وايضا قال لي السنه القادمه ان شاء الله حراني رايح نجيب فيها بي سي، لانه البي سي هذا راهو غير قابل للتطوير نسبيا كما تاع السيد الاول بعد. المهم خويا ان شاء الله تطور البي سي تاعك وتجيب بي سي افضل من هذا، وتزيد تشارك معنا مره اخرى. المهم خوتي ملاحظه برك اللي راهم مشاركين معنا في الحلقات القادمه، اذا راكم طورتوا في البي سي تاعكم ولا درتوا تطوير، راكم تقدروا تعاودوا تشاركوا معنا في حرب سيت اب عادي جدا. نجيو نشوفوا السيت اب تاعو خوتي، لان كيما راكم تشوفوا الحاله راهي مقلبه لهنا بالدرسه. المهم الطابله هذه ما الباليش شحال ما عندي ما شتهاش، المهم الطابله من القدم خلاص. كيما راكم تشوفوا لهنا عندها بلاصه البافات، لهنا بلاصه الكيبورد، المهم فيها كيما نقولوا حنا توتوز اوبسيون. المهم هذه هي لينيتي تاعو، هذا هي الايكرون تاعو،
وهذا هو السيت اب تاعو خوتي بصفة عامة. قال لي راني موريد ياك دابا يعني نثبت لك بلي السيت اب هذا تاعي، لانه ما قدرش يشعلو، قال لي امور عائلية والى ما ذلك. المهم خويا واش نقول لك، ان شاء الله تجيب بي سي افضل من هذا، وثاني تجيب بي سي الاحلام تاعك اللي راك تحلم به، وكل شخص ثاني يقدر يجيب بي سي اللي راه يحلم به. ونشكرك على المشاركة تاعك، ونروح للمشترك التالي. المشترك الثالث معنا خونا عبد الله جيمر. نشكرك خونا عبد الله على المشاركة تاعك، نروح نشوفوا المواصفات تاع السيت اب تاعو. عنده معالج بنتيوم ديال كور اسمه الاو 5700، بالنسبه للجي بي يو عنده جي بي يو من شركه اي ام دي اسمه الراديوم اتش دي 5450، عنده رام 4 جيجا، وستوكاج تاعو اتش دي دي 500 جيجا، والباور سبلاي تاعو 450 واط، قال لي الصينيه على ما اعتقد. وبالنسبه للسماعه تاعو والمايكروفون والى ما ذلك، قال هذا كامل من شركات صينيه. وهذا هو السيت اب تاعو خوتي بصفه عامه كما راكم تشوفين هنا، يعني سيت اب متواضع جدا، يعني ماهوش حاجه كذاك مقوله بالار جي بي وهذاك، يعني حاجه سمبولي تاع ايامات 2010 بالي كامل فتو بالمرحله هذه. المهم خويا واش نقول لك، المهم ان شاء الله تطور البي سي تاعك اكثر، لانه السيت اب هذا تقريبا راهو غير قابل للتطوير اطلاقا. لذلك انت والمشترك الثاني والاول ننصحكم انكم تشريو بي سي جديد من الاخر ديك، يعني ما كانش كيفاش تطوروا في السيت اب تاعكم. المهم خويا نشكرك على المشاركة تاعك، ونروحوا للمشترك التالي. المشترك الرابع معنا خونا محمد. نشكرك خونا محمد على المشاركة تاعك. بالنسبة للسيت اب تاعو قال لي عندي تجميعة من شركة اورس اسمها ال A32، قال لي فيها معالج رايزن 3200 جي كسر السرعة تاعو، جي بي يو الفيجا 8 اللي تجي مدمجة مع المعالج. بالنسبة للمذر بورد عنده مذر بورد من شركة جيجا بايت البي 450 اس دو اش، والرامات عنده 4 جيجا اكس دو 2666 ميجا هرتز من شركة ادا. بالنسبة للاليمونتاسيون عنده اليمونتاسيون من شركة اوراس 450 واط، قال لي لحد الان ما واجهت معها حتى مشكل، بالك راهو يمشى بها واحد شهرين ولا ثلاثة، قال لي ما صار لي بها حتى مشكل. بالنسبة للكلافي والماوس وهذاك هذو كامل قال لي من شركات صينية، يعني شركات غير معروفة. وبالنسبة للايكرون تاعو 60 هرتز، وهذا هو السيت اب تاعو خوتي بصفة عامة كما راكم تشوفين لهنا، يعني سيت اب متواضع قابل للتطوير ايضا. شوف خويا لهنا راح ننصحك انك تزيد كارت شاشة فقط للبي سي تاعك هذا، يعني ماشي حاليا، اذا حاليا ما عندكش باه تزيد كارت شاشة حاول تلم، حاول تلم بشوية بشوية حتى تجيب كارت شاشة. والنصيحة عليك ماشي تروح تجيب كروت شاشة القديمة هذيك كيما جي تي اكس 750 ولا 660 ولا ما الباليش انا، ولا جي تي اكس 1050 تي اي مثلا، هذو كامل انساهم غير ما كان لها الدور بهم. من الافضل اخويا تروح تجيب كروت شاشة من الجينيراسيون جديدة كيما ال 1650 سوبر ولا ال 1660 سوبر ولا ال ار اكس 590. المهم تجيب كارت شاشه مليحه وخلاص، كيما قلت لك تكون فوق 3 ملايين ونص على الاقل. ونشكرك على المشاركه تاعك، ونروحوا للمشترك الاخر. واخر مشترك معنا في هذه الحلقه خونا شريف الشرفاوي، والله شريف والله حاجه كيما هكذا. المهم خونا شريف نشكرك على المشاركه تاعك. بالنسبه للسيت اب تاعو عنده الاي 5 9400 اف، بالنسبه للكارت جرافيك عنده جي تي اكس 1660 سوبر جيمنج تاف من شركة ازيس. بالنسبة للمذر بورد تاعو البي 365 ام، الرامات عنده 8 جيجا رام من شركة اكس بي جي دي 30، الاش دي دي عنده انتيرا، والاس اس دي عنده 120 جيجا، والايكرون تاعو من شركة ازيس 75 هرتز 20 بوس، عنده اكس بوكس 1 اس. وهذا هو السيت اب تاعو خوتي كما راكم تشوفين هنا، يعني سيت اب ما شاء الله ما عندي ما نقول فيه، يعني ادي الغرض، يعني شغلوا تقريبا جميع الالعاب اللي راهي متوفره حاليا على دقه يعني مقبوله، حتى اي تي بي بالك 60 فريم الى 80 فريم هكذاك. ثاني لهنا خوتي راهو حاط لهنا مصحف، على كل حال الصوره هذه راهي تبان لي بالمقلوب، مين نحاول نشوف التفاصيل فيها. عنده لهنا مصحف، لهنا الامورات العفايس تاع البي سي تاعو، المهم راهي بالمقلوب ما راني نشوف فيه والو، المهم راكم تشوفوا فيها نتوما دوك من بعد نرجلها بالمونتاج. الكرسي تاعو هذا الله ما على باليش من شركه لانه ما هيش تبان لي لهنا مليح. المهم خويا واش نقول لك، عندك يعني سيت اب ما شاء الله، حاليا ما عندي واش راح ننصحك به تطور فيه، لانه راهو جد مقبول حاليا للالعاب الحاليه والله الالعاب تاع الجيل الحالي. ونشكر خونا على المشاركه تاعك، وصلنا لنهايه الفيديو، ونتمنى تكون عجبتكم الحلقه تاع اليوم. وثاني خوتي يعطيونا كاش مواضيع هكا في التعليقات حابين نهضروا عليهم في الحلقات القادمه. وثاني خوتي ما تنساوش دعمونا بالضغط على زر الاعجاب، واذا كنت غير مشترك في القناه لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل ميزه الجرس حتى تتوصل بكل ما هو جديد.